اليوم نتكلم معكم على واحد الموضوع جد مهم وهو الفاتوره ديال طبيب جراح الاسنان اللي كتبان بعض الناس انها مكلفه ولا غاليه بالنسبه ل... بالنسبه ل... لكن هنا كتدخل في هذه المساله هذه بزاف العوامل العامل الاول هو زياره الطبيب اللي خصها تكون بواحد المساله دوريه لان التشخيص ولا فاش كنمشيو لطبيب جراح الاسنان في واحد الوقت قبل ما يكون عندنا الصداع قبل ما يكون عندنا الام قبل ما يكون عندنا تكسر ديال الاسنان طبيب جراحي الاسنان كتكون عنده هنا الفرصه باش كيلاحظ المشاكل اللي غادي يكونوا من بعد وبالتالي كيكون الا كان مثلا هنالك واحد التسوس كيكون واحد التسوس خفيف وكتكون الفاتورات ما كتكونش مكلفه لان هذيك العماره ما كتكونش ما كتكونش غاليه ومكلفه إلى المساله اللي فاش كتطور ولا فاش الناس ما كيمشيوش الطبيب جراحي الاسنان بواحد المرحله غادي نقولوا فاش حنا دائما كننصحوا الزياره خصها تكون واحد المره نقولوا واحد المره واحد الكشف مره في السنه باش كنشوفوا هذه المسائل كلها ولا باش الطفل في جراح الاسنان يمكن ليه يتفادى هذه المشاكل اللي كندخلوا فيها الا ما كانتش هنالك هذه المساله هذه هاد المشاكل ديال الاسنان كتزيد في الـ غادي نقولوا في الحده ديالها كيولي التسوس كيتعمق كيولي آه غادي نمشيو التسوس غادي يولي من طبقه الفوق غادي ندخلوا حتى لداخل غنوليو خاصنا نحيدوا العرق الا درنا نحيدوا العرق راه كندخلوا في واحد المسائل اخرى باش العلاج عده حصص وهذه المساله هذه غادي تاتي بالطبع بطبيعه الحال الى ارتفاع الفاتوره زياده على ذلك آه وهنا كنصح دائما النصيحه ديالي ان نعود راسنا نمشيو طبيب جراحي الاسنان ونديو وليداتنا لان كنبداو هادشي من الصغر الاطفال الا كان عندهم واحد واحد التتبع من طبيب جراحي الاسنان ديالهم ما كيكونش هنالك مشاكل وكنلاحظوا ولا كان نحافظوا على الاسنان ديالهم ولما لا لحياه مدى الحياه المساله الاخرى وهي طب الاسنان كجميع جميع الاختصاصات ديال الطب هو واحد واحد الطب اللي فيه بزاف ديال التطور غادي نقولوا العلمي وبزاف ديال وكنستعملوا بزاف ديال التقنيات وكنستعملوا اللي كتطلب واحد آه واحد آه الاليات واحد آه كنستعملوا الليزر كنستعملوا المكبرات كنستعملوا آه واحد المواد اللي كتكون باهضه الا بغينا تكون عندنا واحد واحد العنايه ولا الا بغينا يكون عندنا واحد واحد العلاج اللي كيكون اللي كيساوي مع التطور اللي كاين دابا ولكن اللي كنقول من هذا المنبر هو بالنسبه للمريض فاش كيجي دائما ولا الطبيب جراح الاسنان كيعطيه كي الحلول من بعض الحلول مثلا جوج ولا الحلول مثلا الا بغى يعوض الاسنان ديالو اللي فقدها كاين يقدر يدير لا بروتيز كيقدر كي يدير واحد امبريدج كيقدر كي يدير لامبلون وكل حاجه عندها واحد الثمن ديالها وداك وحنا على حسب المساله اللي المشكل اللي كاين هو داك غادي نقولوا لاسيغونس ولا داك تامين ما كيكونش معمم عند كاع الناس وحتى الا كان تامين في بعض الاحيان ولا في كثير من الاحيان كيكون التعويض ما كيكونش يعني في واحد النسبه مئويه غادي نقولوا اللي كتمكن باش يكون العلاج ويتمكن باش يكون المريض يتعود في المس... في هذا العلاج هذا لذلك حنايا الاطباء كنعطيو هذاك الحل وكنقترحوا يعني على حسب غادي نقولوا لي مويان ولا على حسب الطاقه ديال ديال المريض باش كنعطيوه هذا الحل اللي كيناسبه هو ودائما كنرجع ان المساله الاولى والاخيره وهي الوقايه الا بغينا تكون تكلفة، تكون التكلفه تكون ناقصه فاش كنهضروا على العلاج يعني في مدى السنين شحال ما مشيت عند طبيب جرح الاسنان ودرت الكشف المبكر شحال ما المساله ما كتطلبش ليا واحد الفاتوره اللي كتكون عاليه